بس نيان لاعب مبدع ترى. صحيح. ويمكن انا كان يلعب كله ضدنا ضد المنتخب الكويتي، ولكن لما لعبت وياه مع فريق من اول مره تدش وياه بقول موضوع يعني تمرنت وياه كان تمرين بسيط، فناداني جاسم قال لي ابيك بس تقطع قدام هذا راح تلقى الكره قدامك. انا مثل قاعد يسولف وياي انا اقول بيني وبين نفسي متخيل صدق هذا يعني كذي يعني شنو يعني شنو قطع يعني. بالفعل قطعت بين الدفاعات والله الكره قدامي انا والجول. فكان يعني امانه لو تقول له روح ورا المدرج والعب كره انا ورا المدرج وهو داخل الملعب يعطيك الكره عند ريلك الله ما في روح تعال. فيوسف من اللاعبين أنور صالح المطلق في خط الهجوم ماجد عبد الله يوسف نيان وخالد مساعد المطلق فهد الريفي كرة في منتصف الملعب تنقطع من صابر كرة لعبد الله صالح عبد الله صالح ليوسف نيان يوسف لماجد عبد الله داخل ماجد يوسف نيان يوسف لي ماجد عبد الله داخل ماجد ماجد داخل ويلعبها على يسار الحارس المرمى هدف ثاني لصالح المنتخب السعودي. حلو من ماجد وحلوه من يوسف ومن فهد لصالح ماجد عبد الله اللي انهاها كعادته في المرمى كهدف ثاني لصالح المنتخب السعودي. هدفين في دقيقتين و اللعب طويلة من أحمد جهة يوسف ليان ومع قيصر إلى أبا خطرة لحارس المرمى ومخلصها وقضت يده لي فهد الهريفي يوسف يلعب كرة حلوة لماجد وداخل ماجد عبد الله وحصلها قبل حارس المرمى بعد أنور ليوسف ومع قيصر قيصر ويوسف ليان يحاول يحط كرة يوسف وتنتهي لخارج الملعب كضربة ركنية أول ضربة ركنية في المباراة لصالح المنتخب السعودي عند يوسف ليان على يسار بعد أنور يوسف ليان هجمة لصالح المنتخب السعودي يوسف يعدي من امتياز ويلعب كرة عرضية يوسف نيان يوسف يعدي من لاعب الفريق البنغالي يعدي من الثاني في خطأ في خطأ إعاقة على لاعب الفريق فهد الهريفي تلعب سريعة جهة يوسف نيان هجمة لصالح منتخبنا يوسف ومع سلطان امتياز يحاول يعدي يوسف نيان يعدي يوسف يعلي كرة لقيصر اللي خلص عليه يوسف ليان يوسف يعلي خلصها ريحان بعد الريفي في احتياط المنتخب السعودي محمد الدعية بعد امتياز في اللعب احمد جنود خلصها بعد انور بعد يوسف ليان مقدمة يوسف ريان 15 وماجد عبد الله 9 وخالد مسعد رقم 14.
الجديده بين لاعب منتخبنا في اللعب لي يوسف ليان. يوسف ليان في نص الملعب يلعب كره عرضيه سريعه لعبد الله صالح. عبد الله صالح حصلها ويعلم يوسف ليان. ماجد عبد الله هتقدم مع هذا الهدف يا صالح، يلعبها لصالح لفادي يوسف ليان لصالح عبد الله الصالح لمجد عبد الله، تلقى مجد عبد الله ترجع ثاني مره لصالح المطلق. وهجمة برضه كوره في متناول اقدام يوسف ليان. يوسف صاحب المهارات الراقيه بينفذ ترجع له ثاني. يلا يوسف تخلص بسرعه، براوي يوسف ليان، براوي يوسف، براوي يوسف، براوي اكثر من واحد يلعبها اخيرا عبد الله صالح. يلا كره جانبيه من ساساكي ترجع لفساكي مره ثانيه، مريرة تروح ليوسف ليان. صالح المطلق لفهد الهريفي. عبد الله صالح، يوسف ليان يعدي من المدافع الياباني إهارة، وأيضا ما زال إهارة مع يوسف، وخطأ لصالح يوسف ليان. أزيكاوي وأحمد جميل وعبد الله دعية في توقيت سليم للعب كرة لكرة ليوسف ليان. يوسف في منتصف الملعب حاول يعدي وخطأ لصالح يوسف ليان. كرة مع فهد هريفي ماشي بها، ماشي فهد يلعبها للثنيان، ثنيان لفهد، فهد داخل الصندوق يعكسها من قبل الأمام. ماجد عبد الله يحاول يعدي من ميورا يلعبها ليوسف ثنيان. يوسف معها إهارة يتعدى من إهارة يلعبها لماجد عبد الله. ماجد حاول يتجاوز من أكثر. عشرة ثانية يلعب كرة عرضية لساساكي ويوسف ثنيان. يوسف ثنيان وساساكي محصل كرة يوسف، ماشي يوسف ويحاول يعدي من إهارة وإن شاء الله أمام الفريق الكوري الشمالي.
يوسف ليان يلعب كره لمن الفوزي اول عليها يوسف ليان يوسف يحاول عدم اللعب الفريق الكوري وعدم مثال يوسف التعادل بدون أهداف.